عانت اليابان عن تعافيها من أكبر فترة انكماش يشهدها اقتصادها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أن سجل الاقتصاد الياباني نموا بنحو نقطة مئوية في الربع الثاني من العام الجاري. وتعد اليابان ثالث دولة صناعية كبرى بعد ألمانيا وفرنسا تعلن تجاوزها مرحلة الانكماش. اليابان تتعافى أخيرا من أسوأ ركود تتعرض له البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. آخر الأرقام تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد نما بمعدل أقل بقليل من 1%. قد يبدو الرقم ضئيلا، لكنه أول رقم موجب خلال الأشهر 15 الأخيرة من عمر الركود، وكانت قد سادت توقعات في وقت سابق بنمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد انكماش لأربع فترات مماثلة قبل ذلك. الأحوال الاقتصادية لا تزال صعبة جدا، لكن من المتوقع أن ينهض الاقتصاد الياباني. وينعكس التحسن في الاقتصاد العالمي بشكل إيجابي على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. لكن تقريرا للبنك المركزي في اليابان يقول إنه بينما توقفت الأوضاع عن التدهور، فإنه ينبغي الحذر من أن تظل نسبة البطالة عن العمل عالية ومعدل إنفاق المستهلكين منخفضا. وتظهر بيانات مماثلة صدرت أخيرا أن دولا أخرى تخرج من فترة الركود، فقد نما الاقتصاد في كل من ألمانيا وفرنسا بنسبة 3% في الفترة ما بين إبريل نيسان ويونيو حزيران الماضي، ما يعني نهاية الركود في أكبر اقتصادين أوروبيين بعد أن ساد عاما كاملا. لكن هذه البيانات تخالف توقعات المحللين، ما يعني أن الانتعاش كان أسرع مما كانت عليه التوقعات. أشرف ناجي، بي بي سي. 11:45 بتوقيت غرينتش. عناوين النشرة: الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في أفغانستان تنتهي اليوم، واستطلاعات الرأي ترجح تقدم الرئيس حامد كرزاي. مقتل 19 شخصا على الأقل جراء انفجار سيارة استهدف مبنى مقر قيادة الشرطة في مدينة نزران بجمهورية إنغوشيا جنوبية روسيا. رغم إعلان استنفار شعبي وعسكري في كوريا الشمالية، بيونغ يانغ تظهر إشارات تصالحية مع جارتها الجنوبية. الاقتصاد الياباني يتجاوز رسميا مرحلة الركود التي استمرت 15 شهرا.